كوريا، حيث أفاد ناشطون بسقوط العشرة بين قتيل وجريح في هجوم شنه مسلحو المعارضة على مبنى الاستخبارات الجوية في مدينة حلب. وكالة سانا من جانبها أفادت بأن الجيش أحبط محاولة الهجوم على هذا المقر. من دمشق أبو طالب البحية والتفاصيل. يمكن أن نشير أن فصائل جبهة النصرة وكذلك ما يسمى بلواء أحرار الشام قاموا بتفجير نفق تحت أحد الأبنية المجاور لفرع المخابرات الجوية في غرب حلب. طبعا هذه المصادر تحدثت عن التفجير استهدف مبنى المخابرات الجوية، لكن مصادر كذلك أخرى إعلامية وكذلك مصادر عسكرية أكدوا أن هذا الاستهداف جاء على مبنى مجاور وهو مبنى دار الأيتام. بشكل عام بعد هذا التفجير الكبير الذي حدث هناك دارت اشتباكات عنيفة سقط فيها العشرات من القتلى والجرحى من الطرفين، لكن بشكل عام أفادت مصادر عسكرية لأرتي أن هذا الهجوم أحبط بسبب كثافة نيران وحدات الجيش السوري المتواجدة في محيط مبنى المخابرات الجوية، بالإضافة إلى قيام الطيران الحربي بعدد من الغارات الجوية على مبنى الهلال الأحمر الذي تتمركز فيه قوى من جبهة النصرة وكذلك أبنية أخرى كانت مركز انطلاق للقوات التي حاولت التسلل والوصول إلى مبنى المخابرات الجوية. بشكل عام الأمور الآن هدأت في محيط المبنى، انتهت الاشتباكات، لكن لغاية اللحظة لم يتم التأكد من أن مقاتلي المعارضة الذين قاموا بهذا الهجوم سيطروا فعلا على تلك المنطقة، مع تأكيدات ونفي الجيش السوري لأي سيطرة لهم على تلك المنطقة.